خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته 13، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن الأطروحات التي تمت مناقشتها خلال الجلسات الحوارية للملتقى جديرة بأن ترفع مستوى الإعلام العربي. تواصلت فعاليات الملتقى الإعلامي العربي 13 لليوم الثاني على التوالي، والذي شهد تكريم كوكبة من الإعلاميين والفنانين والمبدعين والمثقفين العرب خلال المراسم الرسمية للاحتفال. زميلات وزملاء الإعلاميين، إن تصوراتكم سيكون لها أهميتها وقيمتها، خاصة وأنكم تمارسون عملا مهنيا من خلال مؤسساتكم الإعلامية المرتبطة بكافة فئات المجتمع. وأنا أعتقد مثل هذه الملتقيات حقيقة تبني جسور ما بين المؤسسات الموجودة الإعلامية والثقافية، سواء كانت في دول مجلس التعاون أو في الدول العربية وحتى على مستوى عالمي. أكيد بغض النظر عن الأهداف، بغض النظر عن ما يجري من توصيات وبيانات ختامية، في شيء مهم، في قيمة مضافة في هذا الملتقى تعلمناه على مدى السنوات، وهو محتوى هذا، مضمون ما يجري، مضمون ما يحدث في داخل الملتقى. الأساس هو الحوار. هي فرصة جدا جميلة، فرصة سانحة لنا إحنا كإعلاميين الالتقاء ببعضنا البعض. هذا تجمع ليس فقط للإعلاميين الخليجيين أو من دولة واحدة، ولكن هو تجمع إعلامي عربي، وبالتالي هذه فرصة سانحة نحن الإعلاميين أن نلتقي ببعضنا البعض، نتبادل الخبرات، نتبادل أيضا يعني هكذا الهموم، قضايا الإعلام المشتركة. وعلى هامش حضوره للملتقى، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن الأطروحات التي تمت مناقشتها خلال الجلسات الحوارية للملتقى جديرة بأن ترفع مستوى الإعلام العربية. أريحية النقاش والمواضيع التي طرحت والأشخاص الحضور و يعني المستوى الرفيع للأفكار التي طرحت سوف تنعكس بلا شك برفع مستوى الإعلام بشكل عام والقضايا التفصيلية بشكل خاص إن شاء الله. يعد الملتقى فرصة لتقريب وجهات النظر المختلفة ونقل الخبرات وإثراء الفكر الإعلامي العربي وإمداده بالمزيد من الأفكار والبحوث التي تخدم مستقبل الإعلام العربي. جريا على عادتها الدائمة في تبني المبادرات والملتقيات الإعلامية التي من شأنها تنمية وتطوير الأداء الإعلامي واحترام الحريات وحمايتها، احتضنت الكويت وعلى مدار يومين نخبة كبيرة من أبرز الإعلاميين والمثقفين جاءوا هنا وعلى أرض الكويت من كافة أنحاء الوطن العربي لمراجعة آخر المستجدات الإعلامية على الساحتين المحلية والدولية. كريم الأنصاري، تلفزيون الكويت.